السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم متابعي الصفحة. اليوم يعني عندها يومين ولا ثلاثة وصلنا نداء من أحد المحسنين، قلنا بلي كاينه حالة مستعجلة جدا لعائلة تعاني من ظروف اجتماعية ومزرية جدا. تنقلنا اليوم، حبينا نتنقلوا، جينا لهنا المكان، رانا في دائرة أرلال بسكران. المكان هذا متواجد، نعاودو نرجعو شويه بالاحداث، كان شفيتو الفيضان تاع الواد، واد جدي اللي فاض هنا في ولايه في بلديه ارلال، كي فاض الحق على هذه المنزل هذا راهو بجانب الواد. يعني العائله هذه وقتاش تحرك النداء تاعها اكثر انه كي جا الفيضان تاع الواد هذا دخلنا على الدار هذه تقريبا نص، يعني مشى فيها طول، مشى في الماعن في الحوايج. يعني رايحين نعرضوا عليكم تشوفوا المنزل هذا، يعني ما نجموش حتى نسموه منزل. ومعكم الام الاولى الايتام هذا.